دايما بحب افكركم اننا بابسط الامكانيات ممكن نعمل اجمل اكلات. لو عندك ربع كيلو لحمه مفرومه وبطاطستين يبقى عندك انجاز عظيم. تعالوا بينا اقولكم هنعمل بيهم ايه. البطاطستين انا قشرتهم وغسلتهم، وهجيب المبشره اللي هي الخرم بتاعتها بتكون ضيقه دي، وهبشر بيها البطاطستين. لو البطاطس عندك صغيره ممكن تستخدمي 3 حبات من البطاطس. هنبشرهم ناعم جدا جدا، وهنعصرهم من الميه كويس جدا جدا. في المرحله دي استخدمي كل عضلاتك، يعني بكل قوه كده اعصري على قد ما تقدري، نزلي كل الميه اللي في البطاطس. انا عايزة البطاطس تبقى ناشفة جدا 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 علشان بعدين متفكش معاكي في الزيت كده. انا خلاص عصرتهم، ودي المية بتاعة البطاطس هرميها. وبعدين جبت بصلة متوسطة وبشرتها بنفس الناحية اللي هي الرفيعة، وصفتها من المية وحطيتها في الكبة. البهارات بتاعتنا النهاردة توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، كزبرة، ملعقتين صغيرين من البابريكا، وملعقة صغيرة من الملح. كل التوابل هتكون ملعقة صغيرة ما عدا البابريكا، ولو البابريكا مدخنة هيكون افضل وافضل. خلوا بالكم انا التوابل بتاعتي بطحنها بالملح، يعني الفلفل الاسود ده ملعقة صغيرة انا طحناه بالملح. بعدين هضربهم كويس جدا جدا في الكبة، وهنزل الحاجات اللي بتبقى في الجناب دي بالسباتيولا. وبعدين هضيف ربع كيلو اللحمة المفرومة. انا كان عندي كمان حبة لحمة مفرومة زيادة، يعني كلهم على بعض 300 جرام تقريبا. وبعدين ضفت عليهم بيضة كاملة. وبعدين هضيف 4 ملاعق كبار من البقسماط الناعم المطحون. انا ما بشتريش البقسماط، بعمله بالبيت. لو فاضل عندك حبة من الفايش محدش كلهم ولا حاجة كده، اطحنيهم واعمليهم بقسماط، او الكايزر اللي بيفضل من سندوتشات المدرسة ممكن نحمصه في الفرن اطحنه، هيديكي بقسماط بدل ما تشتريه. بعدين انا احتجت ملعقتين تاني من البقسماط فضفتهم. بعدين لو عندك خلطة البرجر دي ممكن تضيفي ملعقتين كبار من خلطة البرجر، بيدوا طعم وريحة برضو جميلة جدا للصوابع بتاعتنا النهاردة. لكن لو مش عندك ما تكلفيش نفسك ولا تشتري. هدخل العجينة في التلاجة حوالي ربع ساعة. في الاول هي بتكون ملزقة شوية وخفيفة، لكن لما بتقعد في التلاجة ربع ساعة بتمسك نفسها كده وبيبقى قوامها جميل، وبتساعدني خالص في الفرد. اهم حاجة في القصة دي كلها كيس التلاجة، حاجة بسيطة جدا لكن هو يعني عامل مهم جدا معانا في وصفتنا النهاردة. انا فتحت كيس التلاجة كده بالمقص، وبعدين اديته دهنة بسيطة بالزيت، وهاخد كورة صغنونة كده من العجينة الحلوة بتاعتنا دي، وبنفردها بايدينا كده بكل سهولة. مش هنحتاج منشبة ولا اي حاجة، هي بتتفرد بكل سهولة وفي لمح البصر. اول حشوة هنستخدمها النهاردة هي الجبنة الموتزاريلا. ما تكتروش الجبنة علشان ما تفتحش معاكم وانتوا بتقلوها في الزيت. بنلم الجناب الناحية اليمين والناحية الشمال، وبعدين بنيجي ورا كده وبنلفها بسيط خالص بالكيس. هو الكيس بيمشي لوحده وبيلفها بكل سهولة، يعني الكيس في وصفتنا النهاردة ده عامل مهم جدا جدا. بصوا بقى شكل الصابع حلو قوي، عامل زي ورق العنب بالظبط. تاني صابع هنلفه بنفس الطريقة. لازم ندي دهنة لكيس التلاجة اللي احنا بنلف عليه بين كل صابع والتاني، وبعدين بنبططها كده بكل سهولة. حاجة مهمة عايزة الفت نظركم ليها، ما تفردوش قوي وترققوها عشان ما تتقطعش منكم. انا استخدمت برضو الجبنة الرومي، قطعتها صوابع رفيعة جدا جدا وحطيتها. الجبنة الرومي برضو بتمط وتبقى جميلة جدا. الصابع بيبقى شكله كده لطيف وجميل، سهل جدا جدا. هنستخدم النهاردة حشوات مختلفة، ممكن تستخدمي اي نوع جبنة انت بتحبي. بصوا ده حجم القطعة اللي احنا بنعملها، بيكون في حجم عين الجمل، يعني انا بقرب لكم الصورة بس ما تكتروش اكتر من كده عشان ما يبقاش الصابع كبير زيادة عن اللزوم. استخدمت كمان الجبنة دي اللي هي بنحطها على البرجر وبتسيح، بتبقى برضو جميلة وبتسيح وطعمها حلو في الصابع بتاعتنا النهاردة. بنلم الجناب، انا قربت لكم الكاميرا على فكرة عشان تاخدوا بالكم، بتترل معانا كده بكل سهولة. حاجة جميلة وسهلة، ما بتاخدش منك وقت اطلاقا ولا مجهود، ومضمونة جدا جدا. بصوا بقى انا هعمل لكم واحد بس بالبطيء علشان تاخدوا بالكم، عشان ابقى بس وصلت لكم الرسالة كاملة. بصوا بقى انا حطيت الجبنة في النص، وبعدين باخد الناحية اليمين، وبعدين بطبق الناحية برضو الشمال. ما تتعبوش نفسكم في الضغط ولا حاجة، هو الكيس بيعمل كل حاجة. وبعدين بالكيس بشد الكيس كده وبقفل عليها، والكيس هتلاقوه بيتدحرج لوحده كده بصوابعك كده بتزقيه، هتلاقيه بيلف لوحده وبيرولها، وبتبقى اجمل رول بين ايديكي في لحظات.
بصوا بقى شكلها جميل جدا جدا، ممكن تسويها او تكبريها او تصغريها بايدك. اهم حاجه ما تفردوش العجينه وترققوها زياده عن اللزوم علشان ما تتخرمش او تتفتح واحنا بنقليها. بصوا بقى كميه الفينجرز او الرولز اللي طلعت معانا النهارده، من ربع كيلو لحمة مفرومة، يعني بصوا عملنا انجاز. دي تأكل عيلة كاملة، دي ممكن تخزنيها في الفريزر تقعد معاكي فترة كاملة، يعني فترة كبيرة. عملنا حوالي 36 صابع تقريبا او 34 مش فاكرة. بصوا بقى الكفر هنعمله ازاي. هناخد كوباية من البقسماط الناعم المطحون، وعليه كمان حوالي 4 ملاعق كبار من الفيجيتار اللي هو الكريسبي او اكسترا كريسبي، وبعدين هنحط 4 ملاعق من الفيجيتار. الفيجيتار ده اللي بيتباع في اي ماركت، هو بتكون التتبيلة بتاعته جميلة فبيدي كفر برضو طعمه حلو. وبعدين هنستخدم نص كوباية دقيق، ودي نص كوباية حليب مضروب فيها بيضة، يعني بيضة انا ضربتها في الحليب. وبعدين انا كنت حاطة الصوابع دي في التلاجة، يعني حطيتهم في الفريزر حوالي نص ساعة كده، لما مسكوا نفسهم ابتديت دلوقتي اعمل الكفر. بصوا بقى هنعمل الكفر بطريقتين. اول طريقة ان احنا هننزله في الدقيق، وبعدين هننزله في الحليب، وبعدين هننزله في البقسماط. ولو عايزه الكفر يبقى سميك شويه ممكن تاخديه من البقسماط تنزليه في الحليب تاني زي ما انا عملت دلوقتي وترجعيه للبقسماط، يبقى احنا عملنا الطبقتين الدبل. الطريقه الثانيه ان انا بسقطه الاول في الحليب وبعدين بحطه في الدقيق وبعدين برجعه تاني في الحليب وبعدين بحطه في البقسماط اخر حاجه. اهم حاجه ان احنا لازم نضغط كويس على البقسماط ونلف البقسماط بقى شيء يمين وشمال وكل حتة علشان يتغلف كويس جدا جدا، والفتحات اللي فوق دي برضو تتغلف وتتسد. زي ما قلتلكو انا بفضل الطريقة التانية، ان انا بسقطه الاول في الحليب وبعدين في الدقيق وبعدين حليب وبعدين بقسماط. ده شكل الصابع بيبقى جميل جدا وماسك نفسه. خلاص احنا عملنا كل كمية الصوابع اللي معانا النهاردة. احنا النهاردة بنعمل كفتة الهامبرجر، جميلة جدا جدا، طعمها رائع جدا جدا جدا، ثلاثة جدا. المهم بعد ما عملنا الصوابع الجميلة دي بنحطها في الفريزر حوالي ساعتين، وبعدين بنطلعها وبعدين نبتدي نقليها. لو انت هتعملي بيها مشروع ممكن تعملي الاطباق اللي قدامك دي، هتحطي فيها الكمية اللي انت حباها، يعني عايزين تحطوا 4 صوابع 5 6 7 العدد اللي انت بتحبيه. وبعدين لو انت برضو بتشتغلي وما عندكش وقت تعملي الحاجات دي كل يوم، ممكن تقسميهم التقسيمه اللي احنا قسمناها دي حسب الكميه اللي بتستهلكها اسرتك. انت طبعا بتبقي عارفه الكميه وتحطيهم في الفريزر، ولما تيجي بقى من الشغل تطلعيهم على الطاسه على طول، بتبقى حاجه منجزه وسريعه جدا معاكي. لما نيجي نقلي الصوابع الجميلة بتاعتنا دي، هنجيب طاسة ونحط فيها كمية من الزيت، يفضل يكون الزيت غزير، ولازم الزيت يكون سخن جدا، مينفعش ننزل الصوابع في الزيت وهو بارد علشان ما تفكش منك. بنخليهم في الزيت، ولما نحس ان الناحية اللي تحت اخدت لون بنقلبه على الناحية اللي هي التانية علشان ياخد لون من كل الاتجاهات. هيبقى ده شكله في النهاية، مش عارفة اوصفلكوا يعني جماله عامل ازاي بصراحة. طعم وريحة حاجة كده واو، حاجة من الاخر. هسمعكم بقى صوت القرمشة. الكفر فظيع، الجبنة من جوه بقى سايحة ونايحة وبتمط، والكفر مقرمش ومتماسك ولا بيفك ولا اي حاجة. بصوا بقى دي الجبنة اللي هي الجبنة الرومي، بصوا بقى المطه بتاعتها عايزه اقول لكم احلى من الجبنه الموتزاريلا. والجبنه الرومي ما فكتش ابدا ابدا معايا، الجبنه الموتزاريلا انا كنت اتوصيت بصابعين ففكوا معايا شويه، فما تقلقوش حتى لو فك اقلبوه على الناحيه الثانيه وكملوا عادي. وصفه جميله واقتصاديه وسريعه، بربع كيلو لحمه مفرومه هتعملي نفس الكميه دي، منجزه جدا جدا معاكي. هستنى اشوف رايكم في الكومنتات.